انا بشتغل سواق توك توك، مش عيب ابدا ان اقول كده. الشغل عمره ما كان عيب. حصل معايا موقف مش قادر انساه. في يوم كنت بوصل زبونة لمنطقة اسمها أطلس في حلوان. في الطريق ده بنعدي على مقابر موجودة على يمين الشارع. مش فاكر بالظبط الساعة كانت كام، ما كنتش مركز قوي في الحقيقة، بس اللي فاكره ان وقتها كنا بعد العشاء بشوية. عديت بيها عند المقابر، كنت مشغل الصب ومعلي الأغاني شوية. رغم كلام الست ليا إني أوطي الصوت، كنت بسمعها وطنش. كنت شارب سيجارة ملفوفة ودماغي متكلفة وما كنتش عايز أفصلها. وصلتها البيت، والبيت كان جنب المقابر بشوية. أول ما نزلت لقيتها بتدعي عليا، كنت مطنش أي كلام منها. خدت منها الفلوس ورجعت علشان أمشي تاني وأنا برضو مشغل أغاني عندي فيها. البيت بتاعها كان في منطقة هادية، والمنطقة دي بتطل على المقابر اللي قلتلكوا عليها. الصوت بتاع الأغاني كان عالي قوي. قربت من الشارع اللي فيه بدخل يمين وابقى في الطريق اللي هيرجع فيه على الموقف. هي بالمناسبة نفس الطريق اللي جيت منه، بس ما خدتش بالي ان في حفرة كانت قدامي. وانا ماشي وبدندن بصوت عالي مع الاغاني، نزلت في الحفرة وعجلة التوك توك غرزت فيها. فضلت افرك شمال ويمين عشان اطلع التوك توك من الحفرة، لكن مفيش فايدة. نزلت منه والاغاني لسه شغالة. كنت واقف قدام مدفن بابه حديد اخضر متسلسل، وقدام المدفن كان في صبار دبلان. بصيت حواليا، كنت عايز اي حد يساعدني لكن ما لقيتش. حاولت لوحدي ان اطلع التوك توك بس ما قدرتش، الحفرة كانت غويطة. والغريب واللي قلته من شوية ان وقتها انا عديت من نفس المكان وانا بوصل الست، بس الحفرة دي ما كانتش موجودة انا متأكد. يا عم انت حرام عليك كده، حرام عليك كده يا اسطى. سمعت صوت جاي من ورايا، وبالتحديد عند المقابر. كان شاب في اواخر العشرينات. بصيت له بقرف كده وقلت له وانا عاوج لساني، انت بتكلمني انا يا صاحبي؟ ايوه انت، وط الزفت اللي انت مشغله ده، انت ما عندكش دم. فروحت فعلا وطيت الاغاني بس ما قفلتهاش. ما هو غلط فيا وكان لازم اروح له ووريه مقامه. على فكره انت قليل الادب بقى وعايزني اربيك. يلا يلا اجري من هنا، شوف انت رايح فين. يلا ما تنحليش كده عشان ما زعلكش. بعد اخر كلمة مني سابني ومشي. مشي ودخل بين حواري المقابر. انا شفته بيمشي وسط الترب وفي الضلمة وبخطوات ثابتة. وقتها انا تهزيت. ايوه انا قلت انه مش بني ادم، وانه بسم الله الحفيظ عفريت. كان معايا نص سجارة محشية، سجارة حشيش يعني. ولعتها وحاولت اهدى شوية. انا هوصف لكم المكان اللي كنت فيه بالظبط. الناس اللي عايشة في حلوان او في اطلس بالتحديد هيعرف اللي هقوله. المنطقة اللي عند المقابر بالتحديد في الشارع اللي فيه مكتب التومين اللي هناك على الشمال. في اول الشارع اللي انا واقف فيه كان فيه عمارة من 3 ادوار، بس الواضح ان محدش ساكن فيها. وعلى يميني
كان في بيت مبني بس مش كامل، الخرسانة والسلم بس، وكان مليان زبالة وريحة وحشة. المنطقة دي معروفة بهدوءها خصوصا بعد الساعة 7 بالليل. قفلت الأغاني وسحبت المفاتيح من التوكتوك، ما هو في ورش هنا بعد كام خطوة مني، وجيت علشان امشي بس بصراحة خفت على التوكتوك، عشان كده رجعت تاني وقفت على اول الشارع. كان بيني وبين المقابر 3 متر بالظبط. كنت عمال ابص يمين وشمال مش لاقي حد، السيجارة في بقي والمفاتيح في ايدي وعمال اهزها بتوتر. في الوقت ده عيني جت على الباب الحديد الاخضر اللي حكيت عنه من شوية. الباب بطبيعته مفتوح، فتحة في نصه علشان السلسلة مربوطة فيه، لكن ما كانتش السلسلة بس اللي جوه الفتحة، لا، كان فيها عين. أيوة، عين بني آدم طبيعية بتبربش وتبص علي. أول ما بصيت وشفتها اختفت لجوه تاني. قلبي كان هيقف من الرعب. قلت في نفسي بسم الله الحفيظ، ورجعت اقوم تاني على التوكتوك بتاعي وقعدت فيه. حاولت ادوره كتير لكن ما دارش. روحي كانت هتروح مني لما لقيت السلسلة بتتهز تاني وبتتحرك لجوه الباب. انا بطبعي قلبي جامد وميت ومش بخاف بسهولة، بس في الوقت ده حسيت ان عيل صغير. ايوه كنت خايف جدا. نزلت من التوكتوك ورجعت وفضلت ازق فيه بكل قوة. فضلت احاول اكتر من مرة لحد ما في مرة منهم نجحت ان احركه، بس بعد ما اتحرك والعجلة طلعت من الحفرة وقعت على الأرض، والتوكتوك اتحرك تلقائي وفضل يتحرك لأن كان فيه نزلاية بسيطة في أول الشارع ده. النزلاية دي كانت سبب إنه يفضل ينزل لحد ما خبط بقوة في الباب الحديد. أيوه، التوكتوك خبط في باب القبر وانا فضلت على الارض ما لحقتش الحقه. قمت بسرعه ونفضت نفسي وقلت هرجعه واشده من ظهره واركبه وامشي من هنا على طول، بس كنت غلطان، عشان لما قربت من التوكتوك لقيت طوبه كبيره اتحدفت عليا من جوه المدفن اللي انا واقف قدامه. المدفن ما كانش متسقف، عشان كده طوبة تانية اتحدفت عليا خلتني اجري من مكاني وبعدت شوية. لحد الوقت ده كنت شاكك ان اللي بيحصل معايا ده مقلب علشان اجري واسيب التوكتوك ويتسرق، ويمكن الفكرة دي هي اللي كانت مخلياني مش عايز اسيب التوكتوك واروح لحد عشان يرجع معايا وموبايلي جوه التوكتوك. المرة دي كنت واقف في نفس المكان اللي ظهر لي منه الشاب على اول حارة في المدافن. فجأة لقيت الاغاني اشتغلت تاني، مهرجان من بتوع اليمين دول وصوته كان عالي قوي، بس مش دي المشكلة عندي. المشكلة انه ازاي اشتغل لوحده كده. لا، واللي حصل بعد كده كان اكتر غرابة، لان الاغاني كانت بتتغير لوحدها. بعدين لقيت 2 بيقربوا عليا من قلب الضلمة اللي جوه المقابر. لقيت الشاب ده وجاي معاه راجل كبير
كان الواضح انه ابوه. لقيت الراجل ده بيبصلي وبيقولي بغضب: يعني انت سايب الدنيا كلها وجاي تشغل اغاني في المقابر، ما تعرفش ان في حاجة اسمها حرمة الاموات؟ فرديت عليه بارتباك وقلت له: انا ما شغلتش حاجة، انا بس كنت. فالشاب اللي كان واقف معاه قطع كلامي ووجه الكلام لابوه، قال له: انا قلت له هو مرضاش يمشي ويشوف لسه مشغل الاغاني المزعجة دي، رغم انه قلت له وهو مرضاش يمشي برضه. شوف احنا ساكنين فين والصوت وصل لنا. مش عارف ليه حسيت انه بيعيد كلامه، ما تمتش، خصوصا اني اتأكدت انهم بني ادمين مش زي ما كنت مفكر. اتجرأت وهم واقفين معاي ورحت ركبت التوك توك وقفلت الاغاني، او في الحقيقة حاولت ان اقفل الاغاني، لكن الاغاني كل ما حاول اقفلها الصوت كان بيعلى اكتر واكتر. طبعا كنت قاعد في كرسي التوك توك وباب المقابر بينه وبينه ازازة التوك توك اللي قدام، لقيت اضاءة حمراء خافتة ضاقت لثواني وظهرت واختفت بسرعة. اضاءة شفتها جوه الفتحة، اضاءة مش عارف مصدرها ايه، ظهرت من جوه القبر وانا كنت قاعد وبحاول اخرج بالتوك توك لكن مش عارف. نزلت على طول من الناحية التانية وانا بقول بصوت عالي: اهو يا عم الحاج، اتأكدت الاغاني مش عايزة تت. ما كملتش كلامي، لقيت نفسي واقف لوحدي. انا بكلم مين اصلا؟ ما حدش موجود غيري. جريت وبصيت جوه الضلمة، ما لقيتش اثر ليهم خالص، اي اثر. قلت الكلمة دي وبصيت مكان ما كانوا واقفين، كان فيه مية مرشوشة على التراب وبالتالي اتكونت طينة عاملة دايرة. الراجل وابنه كانوا واقفين على الطينة دي، لو كانوا بالفعل واقفين عليها المفروض اثار رجليهم كانت هتبقى باينة وواضحة لو مشيوا كده او كده، لكن ما لقيتش اي اثر لوجود رجلين. ساعتها كان لازم امشي من هنا. اللي عملته ساعتها ان جريت على بيت الزبونة اللي وصلتها، كنت ببص على التوك توك كل ما بعد شوية، بيتها ما كانش بعيد، لسه كنت هطلع واخبط على اي دور. بصيت على اول دور لقيتها واقفة في البلكونة بالصالة، ما استنتنيش اتكلم، كان في شاب واقف جنبي منها. اول ما بصيت له سابها ودخل جوه دقيقة وكان قدامي في الشارع، مشي وانا ماشي وراه في صمت. بعدنا كم خطوة وبعدها قال لي: معلش يا اسطى سامحني، انا كنت شايفك من الاول وجيت عشان انزل لك، امي منعتني وحلفت عليا ما انزلش غير لما هي تقول لي. لما سألتها ليه حكيت لي على اللي انت عملته معاها. سمعت كلامه وما تكلمتش، كنت ماشي ساكت وباصص له، كنت عايز اقول له يعني انت شفت كل اللي حصل معايا. فاتكلم مرة تانية ورد على كل الأسئلة اللي كانت بتدور جوايا: أرجوك قولي، كنت بتتكلم في الموبايل صح؟
أصلي أنا كنت شايفك واقف بتتكلم هناك وبتزعق، كنت بتتكلم في الموبايل مش كده؟ فوقفت ووقف هو كمان، هزلت دماغي بمعنى لا ما كنتش بتكلم في الموبايل. فبر عينه لثواني لقيته بيهمس، وكان الواضح انه بيقرا قرآن او حاجة. وكملنا الطريق وسحب التوك توك معايا لا ثواني بس، اصل حصل حاجة وكان لازم اقولها. الاغاني مش شغالة، مش عارف امتى ولا ازاي ولا مين اصلا شغلها عشان يطفيها. ركبت التوك توك وانا بقول لنفسي بصوت عالي، الاغاني كانت شغالة دلوقتي، مين اللي قفلها؟ وركبت التوك توك، وقبل ما امشي لقيت الشاب ده بيقول لي لو ليك نصيب ورزق تاني تيجي هنا بلاش اغاني وازعاج، الميتين بيحسوا وليهم حرمة برضو. امي قالت لي انك كنت معلي الاغاني على اخرها وده غلط. فبصيت له باستغراب وقلت له كنت يعني ايه كنت؟ ما الاغاني كانت شغالة دلوقتي، انت ما سمعتهاش؟ صوتها كان عالي قوي. فهز دماغه وقال لي ما حصلش، من وقت ما شفتك وما كانش فيه اي اغاني شغالة. فنزلت من التوك توك وحكيت له على كل اللي شفته وعلى الشاب والراجل الكبير اللي قابلتهم. فقال لي وهو بيضحك ما تخافش ده عم ربيع وابنه سعيد، دول قلبهم ابيض قوي. وعلى فكرة تعال معايا كده، بص ما فيش اي حفرة موجودة هنا. استغربت بس رجعت وفكرت وقلت لنفسي فعلا لما جيت هنا اول مرة ما كانش فيه حفرة ولا حاجة. فرجعت وقلت له تمام عرفت دي، قول لي بقى انت ليه قلت لي اني كنت بتكلم في الموبايل؟ ما فهمتش قصدك، معلش يعني استحملني. فطلع من جيبه علبة سجاير، خد واحدة واداني واحدة، ولع سيجارته وبعدها ولع لسجارتي، وقال لي بصوت واطي هو بينفخ الدخان قدامه في الهواء بص القبر اللي بابه اخضر ده اعوذ بالله يعني بيقولوا ان اللي اتدفن فيه راجل بتاع اعمال وكده يعني اعوذ بالله، ولما شفتك بتتكلم عند اول الحارة دي كنت شايفك بتكلم نفسك، ما كنت شايف حد موجود غيرك، فهمني؟ فقلت له وانا بركب التوك توك وبدوره ازاي يا عم؟ ما انا قلت لك على اللي فيها والناس اللي انا قابلتهم، حتى انت قلت لي ان اسمه ربيع وابنه اسمه مش عارف ايه كده. فقال لي وهو واقف مكانه لو على دول فتمام ما فيهمش مشكلة، انا كنت خايف لتكون وقعت مع اللهم احفظنا يعني حد تاني غيرهم. اللهم احفظنا غيرهم يعني هم؟ فقطع كلامي وقال لي ايوه هم، بس مش بيأذوا يعني، مش بقولك قلبهم ابيض. فبصيت له باستغراب وشكرته ودورت التوك توك ومشيت فورا. رجعت بظهر التوك توك لورا وعدلت نفسي عشان امشي. الشاب اللي كنت واقف معاه واللي معرفش اسمه ايه مشي وسابني. كانت غلطة تانية عملتها، لما بصيت على شمالي على الباب الاخضر قبل ما امشي بالتوك توك، لاني لقيت العين مرة تاني
بتبص عليا من جوه ومن بره قالي. فمشيت بأقصى سرعة وما عملتش حساب لأي بني آدم ممكن أقابله وأنا ماشي، كنت عامل زي الأعمى. مشيت وروحت على البيت. يومها كنت شفت يوم صعب قوي، يوم خلاني أقعد في البيت أكتر من 4 أيام. 4 أيام الحمى مسكاني، وطول الأيام دي عمال أشوف كوابيس كتير. من يومها ما بقتش بشغل أغاني خالص، مش بس وأنا قريب من مقابر. مش عارف كان لازم يحصل له كده عشان أتهد شوية وأبطل العادة الغلط دي. أرجوكم استفادوا من اللي حصل لي وبلاش أغاني. وانتم قريبين من المقابر، سواء راكب عربية أو موتوسيكل أو حتى لو ماشي لوحدك على رجلك وفي ودنك سماعات، أو حتى لو سايق توكتو زي حالاتي، الأفضل لما تقرب من المقابر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون. وبعدها تقرا الفاتحة وتدعي بالرحمة لجميع الأموات. ربنا يرحم أمواتنا جميعا، وربنا يغفر لنا ذنوبنا يا رب. وما تنسوش، اوعي تنسوا، كل بيت وليه حرمة، وفي المقابر برضو في حاجة اسمها حرمة الأموات. تمت.